تفاصيل جديدة في جريمة بورسعيد تقلب موازين القضية وبتخرج نورهان براءة. حلقة مهمة جدا ومفاجأة جديدة في القضية هتقلب الموازين. سيناريوهات بتم تحضيرها لبراءة نورهان، ازاي نورهان هتخرج من القضية وما تتعدمش، وازاي القضية هتمشي في سكة المصالح، ايه دخل المحامين في اللي هيحصل، وليه بنقول ان المحامي محمد صفا بيعوم ضد التيار. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين اليوتيوب ومتابعين الأفاضل، دي عناوين حلقتنا النهاردة نعرف فيها كل التفاصيل المهمة. لكن قبل ما نبدأ كده ياريت تصلوا على النبي وتتكرموا عليا بعمل اللايك والشير والمتابعة. أتمنى أنكم تفضلوا معانا لآخر الحلقة، وفضلا لو حضرتك لسه بتشوفني لأول مرة أتمنى تشرفني بالاشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، واتمنى الصوت يكون افضل النهارده، دي اول تجربه مع المايك الجديد، يا رب يكون خير والناس ما تتضايقش مننا. اهلا بيكم. في تطورات جديده للقضيه، في سيناريوهات بتترسب من تحت الترابيزه، السيناريوهات دي بتتقابل فيها كل المصالح بتاعه كل الاطراف، وهدفها ان نورهان تطلع براءه، والمحامي محمد صفا بيعوم لوحده ضد التيار. يعني ايه؟ هقول لكم يعني ايه. لكن قبل ما نتكلم في التفاصيل حابب اقول ان الكلام ده لعرض السيناريو اللي حاصل، واني مش معاه ولا بقدمه عشان بدعمه، انا بقدمه لعرض كل المستجدات وبس. وتعالوا ندخل في التفاصيل ونشوف المصالح وهنعرف ازاي هتتصالح. دلوقتي نورهان مصلحتها انها تخرج من القضية وما تتعدمش، والاب ربنا يلطف بيه من مصلحته ان نورهان تخرج وما تتعدمش، وهو من وجهة نظره شايف انه اتحرم من زوجته في اللي كان بيحبها، فمش عايز يتحرم من بنته كمان اللي بيحبها، وانه ما بين نارين، نار انه يتنازل عن حق زوجته وحبيبة عمره، ونار انه يتنازل عن حبه التاني وحبه لبنته. عم خليل في موقف صعب جدا، موقف اصعب من ان اي حد يتصوره. النهاردة هيكون في بس مباشر 8:30 ان شاء الله، ويمكن جهات تحقيق لما خافت تحكي له اللي حاصل ده خلاه بعيد شوية عن كل التفاصيل اللي احنا عارفينها، بعيد عن كل الحاجات الجارحة اللي انكشفت في القضية، وهو بيسمع الاعلام لكن فاكر ان كل ده كذب وافتراء على بنته. لكن برضه في اخبار موثقه بتقول ان الاب عرف من النيابه ورسى على كل التفاصيل الكبيره والمخجله، وانا شخصيا برجح النقطه دي، وشايف ان الاب عرف، لو ما كانش عرف كل شيء فهو عرف جزء كبير جدا منه، ممكن يخبوا عليه حاجات متعلقه بسمعه البنت وعذريتها وعلاقاتها، لكن كل اللي يخص القتل هيعرفه، مع ان برضو مصادرنا بتقول ان الاب عرف موضوع العذرية. طيب سواء عرف او ما عرفش، هل الوضع ده هيتغير بالنسبة لنورهان؟ سواء عرف او ما عرفش فهو خلاص اخد صف بنته، وده الاعتبارات اللي شرحتها، والحب الشديد لبنته وخوفه من فقدانها هي كمان. وفي نقطة تانية هي في غاية الاهمية، وهي ان خروج نورهان بريئة من كل التهم دي هيحمي عياله الصبيان من الفضيحة بعدين، وحفظ لهم كرامتهم. طب ايه وضع العيلة؟ هل هتتنازل عن حق الشهيدة دايا الحوشي؟ والحقيقة وضع العيلة مش واضح، لكن المعلومات بتقول ان في انقسام كبير جدا في العيلة، في اللي مع انه يساعد خروج البنت، وفي اللي مع اعدامها. اللي عايز البنت تخرج براءة شايف ان بكده بيحافظ على سمعة العيلة، وانه بيحفظ العيلة من وصمة هتفضل في جبنها طول العمر، واننا ممكن نخرج بنتنا ونربيها بطريقتنا عندنا، وكفاية فضايح، واحنا ممكن نحبسها في بيتها طول عمرها، لكن نحاول نلم الدنيا ونقفل كل المواضيع. واصحاب الرأي ده بيرموا كل التهم على حسين، وبيقولوا ان في حاجة غلط وحلقة مفقودة خلت البنت محل اتهام، لكن حسين هو القاتل مش نورهان. ولو تلاحظ ان في مواقع بتتبنى وجهة النظر اللي بتقول ان البنت بريئة، والاخبار عندهم بتيجي تحت عنوان قضية قاتل والدة عشيقته. ركزوا في الكلام ده عشان ده فيه توجيه. طب
طب دي وجهة نظر، وده الطرف اللي اخد صف الاب خلاص وخطواتهم بقت سوا. لكن وجهة النظر التانية في العيلة بتقول لا، احنا كده كده اتفضحنا، واللي هيرجع لنا كرامتنا ان البنت دي تتعدم وتنظف العيلة منها. ده غير المطالبة بحق داليا الحوشي اصلا والقصاص من اللي عمل فيها كده. الطرف ده مع المحامي محمد صفا، لكن المحامي ده الموضوع يتقل عليه، وحاليا هو بيعوم ضد التيار، لان الوجهة الغالبة اللي عايزة البنت تخرج، طيب الخوات، اقصد خوات نورهان، خوات غلابة وصغيرين اساسا، وده غير انهم وصلوا، وده بيرجع انهم اكيد مع الاب قلبا وقالبا. طب احنا كرأي عام مالناش نورهان لما تخرج هتعمل ايه، والعيلة هتعاملها ازاي بعد كل ده، بعد القتل والبشاعة وفوق منهم الفضيحة وسوء السلوك. لكن احنا اللي يهمنا نعرف هما هيعملوا ده ازاي، وايه سيناريوهاته، ازاي ممكن نورهان تطلع براءة حتى لو كانت معترفة وممثلة الجريمة. برضو لسه بفكركم برضو اننا بنعرض سيناريوهات، لكننا مش اصحاب الرأي ده ولا بندعمه، عشان نبقى واضحين في الكلام. طب خلينا نكمل. والحقيقة كونها معترفة وممثلة الجريمة ده بيصعب الموضوع، لكن ما بيخليهوش مستحيل. والمحامية اللي مع نورهان سهل تحفظها السيناريو اللي على اساسه هيبان ان البنت ما اشتركتش في القتل، وانها كانت تحت التهديد من القاتل حسين، سواء هددها بفضايح جنسية او هددها باخواتها، وان التسجيلات ما كانتش عشان قتل الام. التسجيل اللي بيقول يلا يا حسين انا حسيب لك الباب مفتوح وماما نامت، والتسجيل اللي بيقول انا غليت المية خلاص، دول تسجيلين، واللي في النيابة واللي هم دليل اشتراكها، لكن طبعا جنب اعترافها ده. طيب ما تيجي بقى نشوف التسجيلات دي، مش ممكن يتم تغيير اتجاهها او تفسيرها بلغة تانية؟ انا بتكلم حسب السيناريو اللي هيتعمل. تعالوا نوضح الصورة اكتر كده بعد ما تصلوا على النبي وتعملوا اشتراكات ولايكات. يا حسين ماما نامت وانا حسيب لك الباب مفتوح، مش ده ممكن يكون عشان يعملوا علاقة سوا لقتل ولا حاجة، هي بتنده الواد عشان يعملوا علاقة بعد ما الام نامت ومفيش حد موجود في البيت. طيب موضوع انا غليت المية، الله ايه يا جماعة هنشرب شاي، انا متعودة ان انا نشرب شاي سوا انا وهو. طب ادي التسجيلات الضرب وجملة حسين اللي قالها عن القتل بتاعت ان الام مش هتلحق تقول للاب، دي جملة هيتحاسب عليها حسين. البنت قالت تعالى نقتلها في التليفون ولا متسجل لها رسم خطة القتل، وفعلا خطة القتل مش متسجلة على التليفون، لان في الوقت ده الام كانت سحبت التليفون من البنت، وتخطيطهم كان لما شافوا بعض في الدروس في الدرس بتاع خواته، ما كانش فيه اصلا تليفون. لان لو تلاحظوا لما اتكلمنا عن تفاصيل القتل وقلنا على التسجيلات، ما كانش فيه وصف لطريقة القتل ولا هيخلصوا عليها ازاي، كل اللي كان موجود موضوع المية المغلية، ولولا ان الام اتحرقت بالمية دي وهم اعترفوا بيها، ما كانش ممكن حد يتخيل انهم هيحرقوا الام صحية بالمية دي. طيب فيما يخص التسجيلات، تعالوا لنقطة تانية، مش ممكن شاهد يطلع يقول ان البنت دي في الوقت ده كانت بعيدة عن مسرح الجريمة زي الاب او الخوات مثلا، مش ممكن حسين يتلاعب، مش ممكن حسين يتلاعب معاه لعبة المصلحة ويعترف على نفسه هو، خصوصا مع صعوبة اثبات تاريخه حقيقي الميلادي، وده هنقوله النهاردة في البث زي ما قال استاذ محمد صفا لما قال ان الموضوع صعب في ظل وجود شهادة ميلاد حقيقية. هنا ممكن الولد ينضغط عليه من ناحية، ويتعرض عليه مساومات من ناحية تانية، واغراءات من ناحية تالتة. هتقول لي لكن البنت مثلت الجريمة واعترفت، اه فعلا، لكن لو الجاني الاساسي اللي هو حسين قال دي ملهاش دعوة انا عملت كل حاجة، هنا مش ممكن يكون اعتراف البنت جه تحت ضغط، وان تمثيلها للجريمة كان علشان هي ذكية وتقدر ترسم صورة للي حصل. طيب سامع حد بيقول لي حكيم الكلام ده نظريا يحصل لكن على الارض ما يحصلش؟ طب انتوا اكيد سمعتوا عن قضية الفنانة حبيبة، ودي ممثلة عملت كام دور كده، وكان الكلام ده في التسعينات، لكن في سنة 98 البنت دي اتقبض عليها بتهمة قتل زوجها القطري، وفي التحقيقات اعترفت انها هي اللي قتلته ومثلت الجريمة كمان. انتوا لازم تركزوا في الموضوع ده، اعترفت ومثلت الجريمة والادلة كلها ضدها،
وده اللي خلى المحكمة تحكم عليها بعشر سنين. على خدت عشر سنين واتسجنت فعلا، وحتى في النقض التهمة ثبتت عليها وكل الناس عرفت ان هي اللي قتلته والقضية اتنسيت مع الوقت. لكن بعد خمس سنين كان في واحد بيبيع ساعة ذهب عند احد الناس الجواهرجية، الجواهرجي شك ان الساعة دي مسروقة فبلغ البوليس. فعاوز اقول لحضراتكم البوليس جه وقبض على الراجل، واتضح ان الساعة بتاعت زوجة الممثلة، وفي النهاية الحرامي ده اعترف انه قتل صاحب الساعة من خمس سنوات. والحقيقة بعد اعتراف المجرم ده تم الافراج عن الزوجة بعد ما قضت نص المدة في السجن. طيب انا عاوز اقول لحضراتكم لما اتسألت الست دي ليه اعترفت على نفسها، قالت انها اتضغط عليها عشان تعترف. احنا هنا يا جماعة بنسأل، مش سهل ان السيناريو ده يتكرر، مش سهل ان حسين يقبل المساومات، مش سهل ان الاقوال بتاعة الولد والبنت وعم خليل تتغير. ده السيناريو اللي بيتم التجهيز ليه، لكن هينجح بنسبة كام انا معرفش. وهل حسين واهله هيرضوا بالمساومة؟ اعتقد هيرضوا، وده تحليل شخصي مش معلومة والله اعلم. يعني يا حكيم انت جاي تخوفنا؟ انا بقولك مش جاي اخوفك ولا جاي اعمل حاجة، انا اللي كل اللي جاي اتكلم فيه واهم شيء ان شيء كل شيء وارد طالما الاب اخد صف بنته. وعلى العموم ربنا يلطف بيه ويعينه على اللي هو فيه، لان محدش عارف الراجل ده بيقاسي قد ايه وبتعذب ازاي، والله اعلم بالحقيقة رايحة فين وجاية منين. لازم نكون صرحاء معاكم ومعاكم بمنتهى الأمانة وبمنتهى الحيادية. أقول لكم السيناريو اللي بيحصل وورا الكواليس اللي بيحصل، والحد هنا وخلصت حلقتنا. نتمنى أكون اتوفقت في عرض كل وجهات النظر والسيناريوهات اللي بتترسم. أتمنى أنكم تدعموا القناة وباللايك والشير والمتابعة، ولو وصلت معايا لحد آخر الحلقة هنا فأنا بقولك أن أنا بحبك جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا اليوم إن شاء الله ببث مباشر، وحسيب لحضراتكم لينك البث إن شاء الله في أول تعليق مثبت، أتمنى تدخلوا عليه وتعملوا اللايك عليه. أشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.